العلاقة بين ليزي والهيكا يضبطها القانون، وخاصة القانون الانتخابي، بما أنه معناتها ميدان اختصاص الليزي هو الانتخابات، والقانون الانتخابي يعطي صلاحيات للهيكا وصلاحيات لليزي وصلاحيات مشتركة، معناتها ينص عليها القانون ابتداء من فصل 66 67 وما إلى ذلك. تعرفوا أنه بالنسبة للهيكا هي الشريك الأصلي معنا في رقابة الحملة الانتخابية، يعني تعرفوا أنه وسائل الإعلام البصرية والمسموعة عندها ضوابط وعندها مبادئ لابد من أن تتقيد بها في مسألة الحملة الانتخابية، لكن الرقيب على وسائل الإعلام ما هيش الهيئة، ما هيش ليزي، ما الهيكا. وفي الإطار هذا كانت بنائنا شراكة في استصدار بعض القرارات، في تعديل بعض الترتيب. في الإطار هذا، معناتها في إطار القانون وتحذيرا للانتخابات، الهيكا والليزي خدموا على قرار مشترك يخص الضوابط القانونية للحملة الانتخابية بالنسبة لوسائل السمعية والبصرية. ثم قرار آخر عملته ليزي يخص المسائل، معناتها المبادئ العامة للتغطية الإعلامية، ويخصص على الوسائل الإلكترونية والصحافة المكتوبة بصفة عامة، بس نفهموا معناتها مجال العلاقة بين ليزي والهيكا. ليزي عندها ولاية عامة على المترشحين وعلى وسائل الاتصال المكتوبة والإلكترونية، والهيكا ما تخرجش من ميدان الاختصاص نتاعها في الانتخابات وإلا خارج الانتخابات، اللي هو وسائل السمعية والبصرية. هذا هو الإطار العام. لكن فما حاجة هوني قد تكون ذات دقة عالية، اللي هي احنا زد الشريك الأصلي متاعنا هو وسائل الإعلام، في نفس الوقت الهيكا، لكن شريكنا الأصلي في العملية هو الإعلام. وإذا كان الإعلام كان متعاون معنا احنا نجم نحقق نتائج هائلة، إذا كان الإعلام قصر معنا في حاجة الهيئة بينها نجم تكون نتائجها يعني ماهيش بالدرجه المرضيه. وهوني انا نلقاها فرصه باش نشكر الاعلام اللي عاوننا برشا في مساله التسجيل، وقف معنا بشكل كبير. كيما التجارب الجديده الكليه، كان الناس كل تتعلم، معناتها تتعلم تمشي مع بعضها. دونك ما يخفيش عليكم، ممكن نهار الاعلان على الانتخابات وقعوا شويه، يسميوها اخصائيي الاتصال الشوائب اتصالية، معناتها هي يد لافريتور. الهيكا هي هيئة تعديلية لكنها حاسمة مع الإعلام، دونك هذا خلى أنه في إطار الحملة الانتخابية نتعامل بقرابة أكثر، لكن ممكن كدارة الماكينة نتاع العملية الانتخابية خليت أنه هما يخدموا في في, في 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 الإطار نتاعهم اللي هو الرقابة وغيرها، وإحنا نخدموا في المسار الانتخابي، يعني مش فك ارتباط لكن اتبعدت شويه المسافات في المسار الاخراني نتاع العمليه الانتخابيه. على خاطر المساله مش في عند الهيكا ولا عند ليزي، تحديد الصمت الانتخابي فيه اشكال في القانون. في القانون الانتخابي هو بيدو، ما يحددش القانون الانتخابي فترة الصمت الانتخابي والتفريق بين معناتها مكاتب الاقتراع في تونس ومكاتب الاقتراع في الخارج، كما يحدوا معناتها القانون في العديد من البلدان، اللي تفتح المجال للمواطنين متاعها الموجودين في الخارج باش يصوتوا. القانون فيه إخلال، المجلس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري حاول يلقى معناتها حل قانوني، الهاجس متاعه هو الصالح العام. كي نقولوا صمت انتخابي، معناتها اذا كان معناتها باش نطبقوا القانون بحذافيره، ليله الاحد ما كان حتى مترشح، ما كان حتى قائمه انتخابيه، ما كان حتى فاعل سياسي عنده دور في الانتخابات، ما كان معناتها عنده الحق في الظهور في أي وسيلة إعلامية
للحديث حول معناتها لا على نتائج الانتخابات وإلا على حتى سير العملية الانتخابية، لأنه القانون معناتها عنده مفهوم شامل لمسألة الصمت الانتخابي. احنا معناتها التأويل متاعنا للقانون خذينا مسألة الصالح العام. لا يمكن أن الناس معناتها وسائل الإعلام خدمت لمدة أشهر لتحذير محطة هامة في الانتخابات، وهي السهرة الانتخابية. من ناحية المادية معناتها تتطلب جهود كبيرة، ومن ناحية الصحفية زادت تطلب جهود كبيرة. فالعديد من القنوات حذرت معناتها سهرات انتخابية. لو كان مارسنا معناتها طبقنا القانون بحذافيره ومنعنا على القنوات أنها معناتها تواصل في الصمت الانتخابي حتى للساعة الثانية صباحا، معناتها حتى آخر إغلاق آخر مكتب اللي هو موجود في مدينة سان فرانسيسكو ما بين قوسين، ماذا بيا نعرف النتائج اللي أعطاها مكتب سان فرانسيسكو الذي معناتها ولا أشهر من عالم في انتخابات 2014. دونك سكر القوسين، كان يكون نتيجة كارثية. علاش نتيجة كارثية بالنسبة للقنوات؟ لأنه وإحنا معناتها استأنسنا بالتجارب تونجي نحكي عليها، نمنع القنوات التونسية، لكن القنوات الأجنبية، القنوات الفرنسية والألمانية والإنجليزية وغيرها، والقنوات العربية اللي ما عندهاش مكاتب معناتها في تونس دونك ما يتطبقش عليها القانون الانتخابي، كانت معناتها عندها الحق أنها تعطي النتائج، وتعطي النتائج صبر الآراء معناتها سورتي دي جور، وكل معناتها كانت السهرة تتحول للقنوات الأجنبية. وهذا ذكرنا بحاجات خايبة برشا في تونس، وين التوانسة كانوا يلوجوا على المعلومة في خارج القنوات التونسية في الجزيرة وفي فرانس 24 وفي لي سيت انترنت اللي كانوا ممنوعين وما إلى ذلك. فالقرار متاع الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري أنه الصمت الانتخابي ينتهي بإغلاق آخر مكتب في تونس، خذا بعين الاعتبار مسألة الصالح العام، وإلا معناتها كنا نمنع القنوات الكل أنها ما تقول حتى شيء. ويظهر لي حتى الأحزاب السياسية وقت اللي نظمت ندوات صحفية وقع معناتها بثها في بعض القنوات مباشرة، هي معناتها بيدها لم تأخذ بعين الاعتبار معناتها إغلاق آخر مكتب اللي هو متاع سان فرانسيسكو. هذا مسار في الانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2012. القانون الانتخابي الفرنسي يمنع معناتها نشر النتائج قبل إغلاق آخر مكتب. الستة نتاع العشية الصحيفة اللي كان عندها صحيفة بلجيكية لو سوار اللي كان عندها معناتها إشعاع في بلجيكا، يوم الأحد متاع الانتخابات في فرنسا انطلاقا من الساعة السادسة، معناتها السيرفور متاع لو سوار على السيت لو سيت انترنت معناتها قرب للبلوكاج، لأنه الفرنسيين كلهم معناتها شافوا النتائج الأولية معناتها للانتخابات الفرنسية على الانترنت. علاش نحكي في النادرة هذه؟ لأنه أنا أعتقد أنه أحسن القوانين هي تكون القوانين اللي معناتها متماشية مع الواقع وفاهمة الواقع، بس تكون عندها فاعلية على الواقع. لأنه القانون اللي معناتها يكون نظريا عادل وفي على أرض الواقع ما معناتها يصعب التطبيق نتاعو، فالمشكلة في القانون، المشكلة ما هيش في الواقع حسب رأيي. فيما يخص التنسيق، معناتها احنا ما نسبش نستناو نهاية الحملة الانتخابية الرئاسية،
معناتها مجلس الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري اجتمع بعد معناتها يوم الانتخابات وانتهاء الصمت الانتخابي بمفهومين، وقررنا معناتها باش ندعيو معناتها وخينا في الليزي وكذلك شركات صبر الآراء للجلوس على نفس الطاولة. بالطبيعة معناتها التنسيق مع وسائل الإعلام هذاك متواصل، لكن معناتها بالنسبة للإشكاليات هذه هناك اجتماعات لتلافي معناتها ممكن التضارب في تأويل القانون حتى معناتها نكونوا في الانتخابات الرئاسية اللي باش تكون فيها دورتين على معناتها، وإلا تنجم تكون دورة واحدة كما تنجم تكون فيها دورتين لتلافي النوع هذا من التأويلات المختلفة للقانون. مسألة صبر الآراء في القانون الانتخابي فما الفصل 70، سامحوني باش نقراها عليكم. الفصل 70 من القانون الانتخابي اللي يقول يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي بث ونشر نتائج صبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام. لكن حسب علمي أنا القانون ما يقولش معناتها ما يقولش أنه المسؤولية هنا ترجع لوسائل الإعلام، ما ترجعش الشركات صبر الآراء، لأنه المسألة متعلقة بيقول لك بث ونشر وسائل معناتها نتائج صبر الآراء، وفي الجزء الثاني من الفصل يخص التعليق الصحفية. بالتليفون أكثر من مرة في النهار، والمقابلات تعرف احنا مشغولين برشا وهما مشغولين برشا، ما وقعتش مقابلات متاع بين 9 و7 معناتها المجلس متاع ليزي والمجلس متاع الهايكا، اذا كان تصوروا انه لازم الاجتماعات هكايا. اما تقريبا ما ثمش نهار بس عضو من الهايكا ما قابلش عضو من ليزي للتنسيق في مسألة معناتها معينة تخص الانتخابات. هما يخدموا في 18 ساعة وأكثر ممكن، وإحنا كيف معناتها كلي ما ثمش اجتماعات رسمية، لكن التنسيق في العديد من المسائل تقريب يومي معناتها. وإحنا مازلنا في شراكة كاملة، توا تعرفوا أنه قبل الإعلان عن النتائج الهيئة مطالبة أنها تشوف احترام القائمات المترشحة لمبادئ الحملة الانتخابية، وفي المسألة هذه إحنا ننتظر من الهيكة أنها تمدنا بكل ما رصدته من المخالفات حتى نقدر أنه نطبق القانون على القائمات هذه ونشوفوا هل أنها تحظى بالكلمة الأخيرة ذلك بإعلان فوزها في الانتخابات التشريعية، أو قد يكون نعلن سحب هذا الفوز إذا تبين أنه من خلال التقارير اللي جايتنا ومن خلال أيضا تقارير الهيكة قد يثبت أن هناك قائمات خرقت بشكل حاسم وجوهري الحملة الانتخابية، وكان هذا الخرق مغير نتائج الانتخابات، وقد يكون للهيئة قرار مخالف لما تنتظره هذه القائمات. أنت طالب مني تقييم ما بين زوز حملات، معناتها عن أقل من أسبوع بين نهاية الحملة التشريعية وبداية الحملة الرئاسية، تقييم صعيب جدا، لكن نجم نعمله بداية التفكير في التقييم للمرحلة الأولى اللي هي الانتخابات التشريعية. بصفة عامة وبحكم الموقع نتاعي كعضو معناتها الهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي والبصري، وهذه حاجة ما تخصش الانتخابات، الميدان الإعلام وخصوصا السمعي والبصري ميدان معقد جدا، تتداخل فيه العديد من الاختصاصات، والإشكال أنه
هي وسائل إعلام جماهيرية معناتها موجودة في حياة الناس الكليكة، فعادة ما يسميه علماء الاجتماع الحس المشترك لو سونس كومان يطغى على المقاربة المهنية أو حتى باش ما نقولش المقاربة العلمية لابخوش سيانتيفيك. فيظهر لي معناتها من أكثر الصعوبات اللي لقيناها والمسألة زادت أكدت في الحملة الانتخابية هو التعاطي نوعا ما من خارج الاختصاص مع ميدان فيه اختصاص ومعقد جدا. نهار حضرت في ندوة كان مدخل معناتها رجل قانون فرنسي متقاعد تخصص في نهاية معناتها السيرورة المهنية نتاعو، عمل 20 سنة تخصص في قانون السمعي البصري. أول حاجة بدأ بها الكونفرنس نتاعو الندوة نتاعو قال ردوا بالكم راهو هالميدان هذا ميدان معقد جدا، وإذا كان ما ناخذوش بعين الاعتبار أنه تدخل فيه السياسة ويدخل فيه الاقتصاد ويدخل فيه القانون ويدخل فيه معناتها علم اجتماع المتقبل الجمهور ويدخلوا فيه معناتها حتى شوية فلسفة، راهو التقييمات متاعنا تكون خاطئة. التقييم الأحادي في الإعلام من اختصاص واحد تقييم معناتها نجم نغمض عينينا معناتها نكون متأكدين أنه بس يكون التقييم مخطئ. فهذه التقريب حسب رأيي معناتها أكبر إشكالية تعرضنا لها في الانتخابات، ولكن تعرضنا لها منذ بدأنا العمل في مايو 2013 هو الأحكام نوعا ما نقول الارتجالية والأحكام القطعية في مسألة دقيقة ومتشعبة اللي هو خاصة معناتها في ميدان التعديل السمعي والبصري.